السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. موضوعنا هو كيف نستقبل شهر رمضان، شهر المغفرة والرضوان. علينا أن نستعد لاستقبال هذا الشهر الفضيل. وسبحان الله العظيم، من رحمة الله الواسعة بعباده المؤمنين أنه كل مرة يجعل لنا مواسم للخير، مواسم للبركة، مواسم للعمل الصالح، فيها الأجر الكثير والفضل العظيم. ترى لماذا ربنا عز وجل على امتداد العام يجعل لنا بين الفينة والأخرى موسم رمضان، بعده عيد الفطر، بعده ذي الحجة والحج الأكبر وعيد الأضحى، وبعده كذا وكذا مجموعة من المواسم تتوالى على الأمة الإسلامية. ترى لماذا هذه التدابير الإلهية؟ الغاية هي أن تتحفز الهمم وتنشط العزائم ابتغاء الأجر العظيم والثواب الجزيل. ولعل موسم رمضان هو من أعظم تلك المواسم، لأنه فيه يكثر العمل الصالح، هو سوق رابحة للمتاجرة مع الله جل علاه، ورمضان محطة كبرى من محطات التزود بالتقوى، حفل به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وخلد ذكره، وقال موجها الخطاب لكل المؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا. انظروا الخطاب الإلهي، ربنا عز وجل يخاطب في نشارة الإيمان، ربنا خالقنا بارئنا يخاطبنا بنعمة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. خطاب من السماء أنه فرض علينا جميعا، نحن أهل الإيمان، فرض علينا صيام رمضان كما فرضه على الأمم السابقة. الصيام هو عند اليهود وعند النصارى وعند كل الأديان هناك صيام، لكن صيام المسلمين هو صيام بسيط، أسهل صيام هو صيام أهل الإيمان، أياما معدودات، والغاية هي تحصيل التقوى لعلكم تتقون. هذا الشهر بامتياز هو شهر اجتماع مجموعة من العبادات دفعة واحدة، هو شهر الصيام، شهر القيام، شهر الصدقة والبذل والإحسان، وخصوصا شهر تلاوة القرآن. فقد قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذه بشارة عظيمة أن ربنا عز وجل أكرمنا بهذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم، شهر الرحمة وشهر المغفرة. من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتظر رمضان منذ مطلع هلال رجب. انظروا إلى مدى الاستعداد النبوي الشريف لرمضان منذ مطلع هلال رجب، وسيدنا النبي ينتظره بشغف وبحرقة كبيرة، لأنه يعلم سر هذا الشهر الفضيل، فيه أسرار كثيرة وعظيمة، وفيه بركات لا يعلمها إلا خالقها.
كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى هلال رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، بلغنا رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوشكت الأيام الأخيرة من شعبان يبدأ في الترقب وينظر في الهلال وينظر في القمر، وكان يوصي أمته فيقول لهم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالشهر في العربية هو 29 يوما فقط، الشهر العربي 29. سيدنا النبي لما أراد أن يعلم صحابته قال: الشهر هكذا هكذا هكذا، أشار بيديه وفرق بين أصابعه، قال هكذا يعني 10 أيام، وهكذا 20 يوما، وقال هكذا هذه 30 حيث أصبع ولت غير 29. فالشهر العربي في الأصل 29، لكن إذا غم علينا وكان هناك غمام ولم يتم لنا الرؤية بالكامل فإننا نكون مضطرين لكي نستكمل شعبان 30 يوما. وغالبا هكذا ما نفعل نحن أهل المغرب، لأننا جئنا في آخر الرقعة الجغرافية من العالم الإسلامي. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وكان من هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما يرى هلال رمضان كان يقول: الله أكبر الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا هو الدعاء المأثور الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لنقوله إن شاء الله كي نردده في مساء هذا اليوم. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول: هلال خير ورشد، كان يقول 3 مرات، ويقول: آمنت بالذي خلقك، يقولها 3 مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. فلنقل جميعا كما قال النبي الكريم: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك، آمنت بالذي خلقك، آمنت بالذي خلقك. فنسأل الله تعالى أن يهل علينا وعليكم جميعا هذا الشهر العظيم بالرحمة والمغفرة والرضوان، وأن يدفع عنا الله فيه البلاء ويصرف عنا فيه الوباء، وأن يكثر أرزاقنا، وأن يجمع شملنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يزرع في نفوسنا الإيمان وفي سلوكنا الصلاح، ويجعلنا من التالين لكتابه العزيز. هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر العظيم، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلما أقبل كان يقوم فيخطب في أصحابه. من سنته صلى الله عليه وسلم أنه في رمضان في أوله أو قبله بيوم كان يقوم فيخطب في أصحابه ويقول كلاما مؤثرا، يقول كلاما فيه وعظ وإرشاد، كل هذا لتأليف القلوب ولتحميس النفوس لاستقبال هذا الشهر الفضيل. من ذلك مثلا ما رواه الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم في شعبان فقال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك، فيه ليلة القدر هي خير من 1000 شهر، فرض الله عليكم صيامه وجعل قيامه تطوعا، من أدى فيه فريضة كان كمن أعتق رقبه، وكمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر يزداد فيه رزق المؤمن،
من فطر فيه صائما كان كمن أعتق رقبة، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة. وقال كلام كثير مثل هذا يحمس الصحابة، فقطعه أحدهم وقال: يا رسول الله، إنك تقول بأن هذا الشهر شهر المواساة، شهر الصدقة والعطاء. يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به صائم. فقال النبي الكريم: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة، أو على شربة ماء، أو على مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يحمس صحابته بهذا الشهر العظيم، فأعظم بها من بشارة يزفها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته بين الحين والآخر. يقول لهم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرضة الشياطين، ولله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم خيرا كثيرا. بمثل هذه الكلمات المؤثرة التي تنفذ إلى القلوب بغير استئذان، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحمس صحابته من الأنصار والمهاجرين، ومن خلالهم كل المؤمنين ونحن معهم. إنه يبشر دائما بقدوم هذا الشهر الفضيل، شهر الرحمة وشهر المغفرة، ويبين فضائله. كل هذا ليحثنا على الاجتهاد فيه بالعمل الصالح. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين، ونادى مناد من قبل الحق تبارك وتعالى: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأحبابنا وأولادنا وأقاربنا كلهم. اللهم اعتقنا من النار في هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر الرحيم، وارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، وادفع عنا هذا الوباء يا رب، ادفع عنا هذا الوباء برحمتك يا كريم. فقد جاء رمضان وفتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة، والجنة تعطرت وتزينت وتستعد لاستقبال زوارها في هذا الشهر الفضيل. غلقت أبواب النار جميعها، غلقت، وحتى الشياطين ومرضة الجان صفدت، كلها قد حبست، كلها قد حصرت. والمنادي ينادي من السماء، منادي الخير، منادي الإيمان، ملائكة الرحمن ينادون من قبل الحق تبارك وتعالى، يقولون: يا باغي الخير أقبل، يا رب إننا نبغي الخير ونريد أن نقبل، فافتح لنا أبواب المساجد، افتح لنا أبواب المساجد، افتح لنا أبواب بيوتك يا رحمن. اللهم إن الباغي ينادي، المنادي ينادي، ونحن نريد أن نذهب إلى المساجد لصلاة التراويح. اللهم عجل لنا يا كريم بالفرج يا رب. إن المنادي ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، عبادك كلهم قد أكثروا عن المحرمات، تركوا الخمور، وتركوا المسكرات، وتركوا الاختلاط الفاحش، وتركوا كل المحرمات، ونحن الآن في بيوتنا ونريد أن نذهب إلى المساجد. فارفع عنا يا مولانا، ارفع عنا يا كريم، ارفع عنا يا رحيم هذا الوباء، وافتح لنا بيوتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أيها الأحباب الكرام،
هذا رمضان قد أقبل علينا، ومن أقبل عليه رمضان فهو محظوظ، لأن ربنا عز وجل يغفر فيه جميع الذنوب ويكفر فيه جميع السيئات. كل من أدركه رمضان وهو حي فهذا محظوظ ومكروم، لأن رمضان في حد ذاته مغفرة ورضوان. وكل من مات من أحبابنا وأقاربنا اللهم عجل لهم بالرحمة والمغفرة والرضوان، واجعلهم عندك ضيوفا في الفردوس الأعلى يا كريم. هذا الشهر أيها الأحباب موسم من مواسم الفضل العظيم، وقد وفد إلينا، جاء إلينا، وإن شاء الله سوف يحمل معه النفحات الربانية، سوف يحمل معه العطايا الإلهية. هذا الشهر الفضيل فيه الدعاء مسموع، وفيه الخير مجموع، وفيه الشر مدفوع. هذا الشهر فيه العمل الصالح مرفوع. هذا الشهر خير شهور السنة، جعله الله تعالى لذنوب العباد مكفرة ولسيئاتهم مطهرة. ربنا عز وجل بشرنا على لسانه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فاللهم يا ربي أفرح قلوبنا أجمعين، وأفرح قلوب أبنائنا وبناتنا، وخصوصا الصبيان، الصبيان يا رب الذين هم محاصرين ومعزولين، وكبار السن اللي هم مهددين. اللهم يا ربي يا كريم وعدتنا بالفرحة، فأفرح قلوبنا في رمضان ونحن قد جددنا الإيمان والتوبة لكي نصوم صيام الصادقين، صيام المؤمنين، صيام الأبرار. اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، عجل لنا بالفرج، عجل لنا بالفرج. أيها الأحباب الكرام، من بشارات الرحمن سبحانه وتعالى أنه بشر عباده إذا صاموا صياما صادقا، صياما صحيحا، أنه يغفر الذنوب، يكفر السيئات، ويختم لنا بالحسنى، يختم لنا بالحسنى. ووعدنا بأن يوم القيامة عند أبواب الجنة هناك أبواب كثيرة، خصوصا باب عظيم يسمى باب الريان. كل من صام هذا الشهر بصدق ويقين يدخل من باب الريان، باب في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون، أين الصائمون، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل منه أحد. علينا أن نستعد أيها الأحباب الكرام لصيام هذا الشهر الفضيل صياما صادقا خالصا، حتى نكتب عند الله من الذين يدخلون الجنة ويدخلون من باب الريان، لأن بقية الأبواب فيها ازدحام. الباب الذي فيه الرحمة وفيه البركات هو باب الريان، خاص بالصائمين. ربنا سبحانه وتعالى وعدنا إن صمنا صياما صادقا فإنه سوف يغفر لنا جميع الذنوب، سوف يكفر عنا جميع الخطايا، سوف يتجاوز عنا جميع المعاصي. وما أصابنا ما أصاب البشرية من هذا الفيروس القاتل، فيروس كورونا، ما هو إلا غضب إلهي، وربنا يرفع هذا الغضب بالتوبة، ويرفعه سبحانه وتعالى بتجديد الإيمان واليقين، ويرفعه سبحانه وتعالى بأن نتراحم فيما بيننا. كان سيدنا عبد الله بن عباس يروي عن النبي الكريم كان يقول ما وقع عذاب إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. البلاء والعذاب لا يقع إلا بذنوب الخلق، ولا يرفع الله البلاء والعذاب إلا بالتوبة. فنحن الآن علينا أن نستثمر هذا الشهر الفضيل لأنه مكفر للخطايا. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان،
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فعلينا أن نستعد لهذا الشهر الفضيل بأن نطهر أنفسنا من المعاصي ومن السيئات، وننقي قلوبنا من الشرور والآفات، وأن نقطع كل الصوارف والشواغل التي تحول بيننا وبين رحمة الله الواسعة. ينبغي أن نبتعد عن كل الموانع التي تمنعنا من السعي في طاعة الله تعالى. علينا أيها الأحباب الكرام أن نجدد الإيمان في قلوبنا لاستقبال هذا الشهر الفضيل رمضان بالعزم القوي على فعل الخيرات والاستكثار من أنواع البر، ونتنافس على الصالحات، نقوم بإطعام الطعام، نقوم بصلة الأرحام، نقوم بإفشاء السلام، نقوم بالصلاة الليل والناس نيام، نقوم بهذه العبادات نتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، خصوصا ونحن الآن في زمن الكورونا ولنا أحباب فقراء ومساكين وأرامل وأيتام وغرباء وعابري سبيل ومشردين وغيرهم محتاجين، أن نتعاون فيما بيننا. علينا أن نستثمر في رحمة الضعفاء، وعلينا أن نقوم بتقديم العون لإغاثة الملهوفين ونواسي المنكوبين، وعلينا أن نكرم المساكين. ثم علينا أيها الأحباب الكرام أن نكثر من تلاوة القرآن. كل واحد منا عليه أن يكون صديقه الحميم هذا الشهر الفضيل هو كتاب الله. اجعله أقرب إليك من نفسك، أقرب من زوجتك، أقرب من أولادك، أقرب من والديك، أقرب من إخوانك وأخواتك، أقرب من أصدقائك، أقرب المقربين إليك في هذا الشهر الفضيل هو القرآن. كل واحد منا يقتني مصحفا يكون بجانبه ويقرأه ويختمه على الأقل مرة واحدة هذا الشهر على الأقل. فقد كان السلف الصالح يختمونه 5 مرات و7 مرات في هذا الشهر الفضيل. ومن لم يتمكن من تلاوة القرآن فليستمع إليه، هناك وسائل كثيرة للاستماع، والحمد لله إذاعتنا هذه سوف تقيم عدة برامج في القرآن خاصة بالقرآن، سيحضر فيها مشايخ وعلماء أجلاء وقراء متخصصين في التجويد وتعليم القرآن. حافظوا عليها، استمعوا استمعوا كثيرا. ومن تعذر عليه فليكثر من الاشتغال بالذكر، ليكن عنده سبحة، إما سبحة يستعين بها وإما يعقدها فقط بأصابعه بيمينه. يكثر من التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، وكل أنواع الذكر، الاستغفار، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الإكثار باللا إله إلا الله وباللا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، نستدفع بها الشر. إذا شعرت بالشر استدفعه بلا حول ولا قوة إلا بالله. قل اللهم إني أتبرأ من حولي ومن قوتي، وابدأ تقول كثيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الأول أقول اللهم إني أتبرأ من حولي ومن قوتي، وابدأ أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة دافعة من الرحمن. فالله سبحانه وتعالى يحب هذه الكلمة الطيبة وبها يغير الأشياء. فهذه نعم أيها الأحباب، ربنا قد أكرمنا بالشهر الفضيل، وقد حل على الأمة الإسلامية هذا الشهر، شهر الصيام وشهر القيام وشهر العتق من النيران. هذا شهر القوة الإيمانية وشهر السلامة البدنية. نأكل ولا نشبع، نتبع الحمية النبوية الشريفة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من وعاء بطنه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. علينا أن نحفظ أبناننا في هذا الشهر الفضيل، لا نأكل إلا بالقدر الذي نزيد به الجوع، ونقتصد في الطعام،
ولا نسرف في موائدنا، وفي ذلك خير لنا على أبداننا وأرواحنا. والطعام الذي عندنا زائد، هناك من هو محتاج إليه من الفقراء والمساكين. فرمضان هو شهر القوة الإيمانية، وشهر السلام البدنية، وهو شهر الجود والعطاء والبذل، وأيضا شهر التزاور والتسامح. لابد أن نتصل بأحبابنا وأقاربنا، والآن مع الحظر الصحي ونحن نلزم بيوتنا، فلنتواصل معهم عن طريق الهاتف النقال ووسائل التواصل الاجتماعي. نبارك لهم هذا الشهر الفضيل، نتسامح معهم، نقول لهم كلمة طيبة، ونتصالح مع الله سبحانه وتعالى، ونرجع إليه. هذا الشهر الفضيل ربنا سبحانه وتعالى هيمن جلاله وسطع جماله في حضرة المؤمنين والمؤمنات الذين يرفعون أيديهم بالدعوات. الله سبحانه وتعالى الشهر يريد منا أن نرفع أيدينا بالدعوات، ويريد أن يسمع أصواتنا، أن تشعر فيه ألسنتنا بطلب الغفران، أن تشعر ألسنتنا بالذكر والمغفرة والرضوان. هذا الشهر الفضيل الذي ينبغي أن كل واحد منا أن يستغله، ومن كان يتهاون من قبل فعليه أن يتدارك ما فاته من تهاون طوته السنين، وعليه أن يستفيق، وعليه أن يبدأ في العمل الصالح في هذه الأيام المباركة، هذه الأيام المعظمة، هذه الأيام النورانية. ونمسك ألسنتنا حتى لا نقع في الحرام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. علينا أن نمسك ألسنتنا ولا نتكلم إلا في خير، وإلا سنكون كالذين قال فيهم ربنا عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، المرأة كتصوب المنجج، كتصوب النسيج، الشهر كله يخدمك، كتصوب فيه وتنسج، وفي الختام كتعاود تنقضه كتسربه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وهي أن الإنسان يضيع العمل الصالح بالغيبة والنميمة والقيل والقال والأمور التي نهى عنها الله عز وجل. فعلينا أن نستعد أيها الأحباب الكرام، نحرص على أن لا يفوتنا في هذا الشهر باب من أبواب الخير. علينا أن نكثر من العمل الصالح فيه، علينا أن نسعى فيه لكل ما يحبه ربنا. ربنا ينادينا في الحديث القدسي فيقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ترك الصائم شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. اللهم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، نسألك أن تتقبل منا صيام هذا الشهر الفضيل، وأن تعيننا على حسن الصيام والقيام، وتعيننا على تجديد التوبة في قلوبنا. اللهم التوبة الصادقة من جميع الذنوب. اللهم يا رحمن يا رحيم، وفقنا لتلاوة القرآن وللصلاة في وقتها مع الجماعة في بيوتنا مع أسرنا، وأعنا على الذكر وعلى الاستغفار وعلى كل أنواع البر التي تحبه وترضاها. اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم اجعلنا نتعرض لهذه النفحات الربانية. علينا يا ربي يا كريم، أعنا على أن لا نضيع الأوقات على الصلوات، أعنا على أن نسعى ونشتهد في العمل الصالح، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، نسألك اللهم أن تهل علينا هذا الشهر الفضيل بالأمن والأمان والإيمان والسلامة والمغفرة والرضوان. ربي وربك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.